السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقترح عليكم اليوم الانعكاس الكاحلي لو ريفلكس أكيليا، وهو عبارة عن انعكاس شوكي. نتعرف أولا على مقطع العرضي للنخاع الشوكي. إذا كما تعرفون ذلك، المادة الداخلية والمادة الرمادية، المادة الخارجية والمادة البيضاء، لدينا الجذر الخلفي، الجذر الأمامي، ثم العصب السيسائي، مع الإشارة إلى وجود العقدة الشوكية على مستوى الجذر الخلفي. من جهة أخرى لدينا الساق كما نلاحظ، ثم القدم بالإضافة إلى الفخذ. على مستوى الساق لدينا عضلتين، هناك العضلة الباسطة للقدم والعضلة القابضة للقدم. هاتين العضلتين كما تذكرون ذلك عضلتين متعارضتين، بحيث لا يمكن أن يتقلصا بشكل متزامن. إذا نقوم بالضرب على كما تلاحظون الوتر الذي يثبت العضلة الباسطة للقدم على مستوى الكاحل. هذا سيؤدي على مستوى حزمة عصب عضلية إلى نشأة سيالة عصبية حسية. هذه السيالة العصبية الحسية ستمر عبر العصب الحسية كما تلاحظون معي، والتي تمر عبر العصب السيسائي ثم الجذر الخلفي في اتجاه النخاع الشوكي، المركز العصبي للانعكاسات الشوكية. أشير بطبيعة الحال كما تلاحظون إلى أن الجسم الخلوي للعصبة الحسية يوجد على مستوى العقدة الشوكية، بينما التشجر النهائي فيوجد على مستوى النخاع الشوكي. كما نلاحظ بطبيعة الحال على مستوى السينابس، ما يسمى بالسينابس المهيج، والذي يربط بين التشجر النهائي للعصبة الحسية مع الجسم الخلوي للعصبة الحركية. هنا بطبيعة الحال تمر سيالة عصبية أو تنشأ سيالة عصبية حركية تمر عبر العصبة الحركية، والتي تمر عبر الجذر الأمامي للعصب السيسائي ثم العصب السيسائي في اتجاه العضلة الباسطة للقدم، وبالضبط على مستوى الصفيحة المحركة. فعلا كما ربما تبين لنا ذلك، أشرت إليه في البداية على أن هاتين العضلتين، أي العضلة الباسطة للقدم والعضلة القابضة للقدم، عضلتين متعارضتين، وبالتالي بطبيعة الحال ينبغي منع أو كبح بطبيعة الحال تقلص العضلة القابضة للقدم. لهذا كما نلاحظ على مستوى النخاع الشوكي لدينا عصبة رابطة. هذه العصبة الرابطة على مستوى كما نلاحظ السينابس الذي يربط بين التشجر النهائي للعصبة الرابطة والجسم الخلوي لعصبة حركية، هناك ما يسمى سينابس كابح بطبيعة الحال، والذي بطبيعة الحال في هذه الحالة كما نلاحظ هذه العصبة الحركية تمر عبر الجذر الأمامي العصب السيسائي، ولكن في هذه الحالة هي متجهة إلى العضلة القابضة للقدم بطبيعة الحال، لمنع هذه العضلة من التقلص. نلخص ما أشرنا إليه بطبيعة الحال كما تلاحظون بطبيعة الحال، أو قبل ذلك، عندما تتوصل العضلة الباسطة للقدم بالسيالة العصبية الحركة على مستوى الصفيحة المحركة بطبيعة الحال تتقلص، فيحدث عملية بسط للقدم. إذا ألخص ما أشرنا إليه، المرحلة الأولى كانت إهاجة للوتر بالضرب كما نلاحظ بواسطة هذه المطرقة. المرحلة الثانية هناك جذب للحزمة عصب عضلي الذي يؤدي نشأة سيالة عصبية حسية. هذه السيالة العصبية الحسية كما أشرنا إلى ذلك تمر عبر العصبة الحسية في اتجاه النخاع الشوكي. على مستوى السينابس عصبة حسية عصبة محركة، هناك كما نلاحظ عبارة عن سينابس مهيج كما أشرت إلى ذلك بطبيعة الحال. تتحول السيالة الحسية إلى سيالة عصبية حركية تمر عبر العصبة الحركية في هذه الحالة نوغوموتور. هذه العصبة الحركية في هذه الحالة ستمر في اتجاه العضلة الباسطة للقدم. عندما تصل إلى مستوى بطبيعة الحال الوحدة المحركة تتقلص العضلة بطبيعة الحال، فتحدث عملية بسط للقدم. في نفس الوقت كما ربما تبين ذلك، على مستوى السينابس الكابح بطبيعة الحال الذي يربط بين التشجر النهائي للعصبة الرابطة والجسم الخلوي لعصبة محركة، هنا تتم عملية كبح بطبيعة الحال للسيالة العصبية في هذه الحالة بطبيعة الحال. الهدف من ذلك وهو منع تقلص العضلة القابضة للعضلة. وأخيرا بطبيعة الحال المرحلة السابعة في هذه الحالة، عندما تتوصل العضلة الباسطة للقدم بطبيعة الحال بالسيالة العصبية الحركية تتقلص هذه العضلة، فيحدث بطبيعة الحال تحدث عملية بسط القدم. شكرا على انتباهكم، وإلى موضوع آخر إن شاء الله.